هذاك تصنيفنا كان حسب الفيلر سايز، زين الكومبوزيت ماتيريال. لا هسه حسب المانيبيليشن، حسب ما استخدمها. عندي فلوبل كومبوزيت راح تجيني تقريبا من خليها سائله، زين فهي تحوير بين السمول بارتيكل سايز والهايبريد. ذيس ريزن ار تيبيكالي لوور فيسكوسيتي، يعني راح تكون سائله زين. ثرو ريديوسد ذا فيلر لودينج، قللوا كميه الفيلر الموجوده بها. زين انا وين اقدر استخدمها؟ استخدمها بالكافيتي بيز اور لاينر للي كلاس 1 ولا كلاس 2. يعني من اخليها يعني مو عجينه، راح اخليها تقريبا سائله، اخليها بالطبقه الداخليه من احضر السن كلاس 1 راح اخليها كبيز، او بالكلاس 2 حتى في سبيل املي الفراغ اللي بين السنين، وبعدين نرجع نكمله فوقها فيلر ثانيه. فهذه فائده الفلاوبل كومبوزيت. زين هذه هنا هذه تجيني عدة نوعيات. هنا ايضا هذه هم نوعية اللي هي نفس ال SDR، بس هسه طوروها، بس طوروا الفلاوبل كومبوزيت عندنا ال SDR كلش قوية. زين الكوندنسبل او الباكابل، قالوا لا والله احنا نريد فد حشوة بحيث انه نقدر نسوي لها كوندنسيشن، يعني شلون اعجنها وافرشها بداخل الكافيتي باستخدام الكوندنسر. فهذا اجى الباكابل والكوندنسبل كومبوزيت. الفيلر ديستريبيوشن مالتها زيدو حتى يزيدون السترينث مالتها، ويستخدمون البلاجر اللي هو الكوندنسر مالت الاملغم، هذا في سبيل يخلوها بداخل الكافيتي. هاي شوفوا هنا يسوي لها كوندنسيشن وخليها بداخل الكافيتي. حاليا استخدامها كلش قليل لانه طوروا هذاك الفلوبل وسووا الهاردنس مالته كلش عالي، ونقدر نستخدم انتيرير وبوستيرير. زين المانيبيليشن اوف كومبوزيت، شلون نستخدم الكومبوزيت؟ راح تجينا كومبوزيت سرنج، سرنجه بها كومبوزيت، وعندي راح يجيني سائل بي اتشينج 37% فوسفوريك اسيد، هذا في سبيل يسوي لي فد ميكانيكال ريتينشن، بعدين دنتين بوندينج، بعدين شيد جايد. هذا اللي راح نستخدمه بالفلنك. هذه هنا راح اجيب لكم الصوره، هذه عملي، هذا الكيت مالت اللايت كيور، هذه التيوبات مالت الكومبوزيت ماتيريال، هاي براش، هنا الاسيد ايج، وهنا البوندينج اللي راح نستخدمه. زين هسه نجي على الخطوات. انا بالبدايه راح احضر السن، وخرنا كل التسوس. اذا شفت انه التسوس شويه قريب من العصب مالت السن، بحيث راح نشوف لون وردي فاتح، زين نخلي فد ماده على هذا المكان الوردي، ماده عازله لاينر، بعدين وراها راح نجي نجيب الاسيد اتش. الاسيد اتش حامض فوسفوريك اسيد، راح نخليه على الانامول تقريبا نخليه 30 سكند، حتى في سبيل يسوي لي تاكل، يسوي لي مايكرو ابريشن وين بالانامول. وبعدين وراها شو نسوي؟ نجيب البوندينج. البوندينج هذا فد ويك هذا بوليمر راح يدخل بين الفراغات اللي سويناها بالاسيد اتش. احنا مو سوينا تاكل بسطح السن، راح نجي نصبغ المكانات والدنتين كل الكافيتي كلها راح نصبغها بالبوند. هذا الفيسكوسيتي مالته جدا عاليه، يعني سائل، وراح يدخل بالفراغات اللي بين اللي سواها هذا الاسيد من التاكل. ليش؟ لانه الحشوه الكومبوزيت ما راح تلزق بالسن، يحتاج لها فد شيء يلزقها، يعني هذا البوندينج كوسيط حتى في سبيل انه يخلي الحشوه تشلب بالفراغات عن طريق شنو؟ عن طريق البوندينج. زين وراها راح نجيب طبقه طبقه تقريبا من 1 إلى 2، من 1.5 إلى 2 مليم من الكومبوزيت، ونخليه ونسوي له كيورنج. شوفوا انتو الكيت مالتكم مش قد يحتاج لكيورنج، 30-40 سكند حسب كل طبقة. فنسويها طبقات طبقات الى ان يكمل الكافيتي، وراها نرجع نشكله نعدله اذا اكو بي عواج، اذا بي هاي سبوت مكان عالي طخ، بعدين وراها نرجع ننعمه ونقول للبيشنت اوكي اتس اوكي تقدر تاكل عليها اليوم، على عكس الاملغم. الاملغم يحتاج 24 ساعة حتى يقدر ياكل البيشنت. عندي الكومبوزيت عندنا قلنا سيلف كيور، انه خليناها خبطناها وخليناها بالكافيتي، يحتاج لها من 4 إلى 5 منت في سبيل انه تصير ست.
عندنا نوعية اللي هي الديول كيور مثل ما قلت لكم، راح ناخذها ونخليها بنص الكافيتي ونضربها لايت، راح تصير كلها ست وفينش وبولش. زين هذه الخطوات هنا، هذا كلاس 2 السن مفتوحة من الصفحة. راح نحط الباند اللي هو هذا القفيص، ونحط هنا الوج، ونحط طبقة صغيرة الأول مرة أسيد إتش، بعدين بوندينج، وبعدين ننشف الكافيتي ونرجع نحط طبقة ونسوي لها كيورينج، نحط طبقة ثانية ونسوي لها كيورينج، وإلى أن نكمل طبقات طبقات. أو هذا إذا أنا عندي الكونفنشنال، العفو إذا عندي كومبوزيت اللي هو السمول فلر سايز أو الهايبريد. إذا عندي فلاوبل لا لا، هنخلي هذا نترسه كله ونسوي له كيورينج، بس مو نصعدي فوق المارجنال ريج، ونخلي هنا بيز ايضا فلوبل، ونرجع نكملها بالكومبوزيت العادي اللي عندنا. هسه نجي للنون بوليمريك فيلنج ماتيريال اللي هي السيليكيت سمنت والجلاس ايونومر سمنت. السيليكيت سمنت الادفانتجز مالتها المانيبيوليشن مالتها حلو، بيها انتي كاريوجينيك اكتيفيتي لان بيها فلورايد، وجود ايزوليتر اقدر استخدمها جوا الحشوات، تجيني باودر وليكويد. زين السيليكا هي اول نوع من انواع الحشوات استخدموه. الديس ادفانتجز مالتها اسوي لي مرات بولبل اريتيشن، ليش؟ لانه البي اتش مالتها عالي من 5 الى 3.5، تتكسر بسرعة، بوليمرايزيشن شرنكج مالتها عالي بالسيتنج، ديسكلريشن والسوليوبلتي مالتها تذوب بالفم. الجلاس اينمر، الجلاس اينمر كلش حلوة ولحد الان استخدمها، ما يحتاج لها اسيد اتش، يعني تلزق بالسن طبيعيا، الادهيجن مالتها كيميكال رياكشن بينها وبين السن. زين كلش حلوة، تطلع لي فلورايد، فلذلك اقدر استخدمها للاطفال كفشر سيلنت، كحشوة تمبراري فلنج، او اقدر استخدمها كايزوليتر، او اقدر استخدمها كفاينل فيلنج. المشكله الاساسيه بيها انه الشيد لونها مو حلو. زين هذه انواع الجلاس ايونمر. زين هسه نجي تقسيم الجلاس ايونمر حسب السيتنج. عندي الجلاس ايونمر الكونفنشنال اللي هو باودر وليكويد، نخبطهم ويصير ست، بعدين قالوا لا احنا نريد السيتنج مالتها باللايت حتى بسرعه يصير ست، فعندي الترو لايت اللي هو جلاس ايونمر اللايت كيور يعني، والتراي جلاس ايونمر اللي هو سمنت، وعندي النانو ايونمر. النانو ايونمر ضافوا لها نانو بارتيكل فيلر. التراي كيور راح يصير بيها كيميكال رياكشن، وبعدين اضربها لايت راح يصير بيها لايت كيور رياكشن. زين